بسبب النزوع اللي حصل في مدينة حلب والهجمة الشرسة على طريق كاستيلو اللي حصلت في الملاح وفي حريتان، اضطرت الناس تنزح لهون البيوت فوق الصناعة في ضجة وأماكن تصليح، سكنت في أماكن سكنية غير مؤهلة للسكن حسبي الله ونعم الوكيل. وفي الأوقات الساعة 5 تقريبا كان الناس عم تصلح والناس سبحان الله فترة غداء، فنزل صاروخ فراغي من الطيران الروسي ودمر مكان حسبي الله، لكن فوق 20 شهيد والإصابات كثيرة لا حول ولا قوة إلا بالله. جايين لهون على المنطقة الصناعية نشيل الأنقاض اللي خلفها الطيران الروسي امبارح حوالي الساعة 5 المساء، خلف أضرار مادية وخلف أضرار وأرواح وشهداء وجرحى، مجزرة حقيقية امبارح. منطقة تصليح تصويج، منطقة يعني عالم عايشة منها، يعني ما في ايش بدي اقول لك، كلهم يعني مكان صيانية، كلهم عمال، كلهم اطفال عم يتعلموا مصالح.